بكرة إن شاء الله ينطلق المنتدى في النسخة الرابعة، والنهاردة انطلقت النسخة رقم 33 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، واللي بتستضيفها الكاميرون، هتستمر لغاية 6 فبراير المقبل بعد ما تأجلت لمدة سنة كاملة بسبب تداعيات فيروس كورونا. الحمد لله بعثة المنتخب المصري لكرة القدم وصلت مدينة جروة الكاميرونية استعدادا للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا. الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أجرى اتصال هاتفي برئيس الاتحاد المصري لكرة القدم جمال علام رئيس البعثة فور وصولهم للكاميرون، وذلك للإطمئنان على مراسم استقبال البعثة وإجراءات طبعا المسحة الطبية لأعضائها وكل التجهيزات المتعلقة بقى بالانتقالات والإقامة. وزير الشباب والرياضة قال إنه هيتم المتابعة مع البعثة بشكل يومي عشان الوقوف على سير البرنامج التدريبي للجهاز الفني واستعداد الجميع لمباريات البطولة اللي يعني بتنتظر الجماهير المصرية من اللاعبين انهم يقدموا بقى، يعني بنتمنى انهم يقدموا لنا افضل حاجة عندهم. ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني، وان شاء الله يعني نحصل على لقب ونحصل على انجاز رياضي جديد، لانه احنا فعلا بننتظر هذا من فريقنا الوطني. وجه الدكتور أشرف صبحي الشكر والتقدير للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة على الدور اللي قام بيه ممثله وزارة الصحة في إجراءات المسحة الطبية للاعبين بتوع المنتخب، وأنهم يطمنوا على حالتهم الصحية قبل ما يسافروا للكاميرون، وأيضا اتخاذ كافة التدابير الوقائية مع اللاعبين وأعضاء البعثة اللي ثبت إيجابية مسحتهم، وأيضا تطبيق البروتوكول الطبي عليهم. وكمان شكر وزير الطيران المدني على تسهيل إجراءات سفر بعثة المنتخب للكاميرون وتوفير رحلة خاصة ليهم.